تشوفونا نعطيكم فرح المبرة يا حين يا حين يا حين. نهار وملا رحنا حبكم انجمعنا سعادتكم تهمنا شوفونا برا يا حين يا حين يا حين. لا 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 لا. مرحبا أصدقاء صغار أصدقاء برنامج رياحين، رجعنا وياكم بحلقة جديدة أكيد مليئة بالمتعة والفائدة والمعلومات الكثيرة والوثيرة. أصدقاء صغار راح نبدأ بحلقتنا وياكم وأقول لكم صباح الخير وين ما تكونون وبكل مكان عبر قناة العراقية العامة. صباح الخير يا نهار، صباح الخير يا أحلى الأصدقاء، جمعة مباركة عليكم، حلقة جديدة من برنامج رياحين. خلال نصف ساعة يا أصدقائي راح نكون برفقتكم بفقراتنا الممتعة والمسلية وأكيد مليئة بالمعلومات والفائدة. أولى فقراتنا راح تكون هي أرسم معنا وأيضا مواهب الأصدقاء، وسؤال مميز راح يجينا من أحد الأصدقاء، أكيد راح نتعرف على صديقنا وراح نتعرف على هذا السؤال في فقرة اسأل وتعلم، وراح نشوف صوركم الحلوين وين يا أصدقائي أكيد في فقرة مشاركات الأصدقاء. وايضا يا اصدقائنا الحلوين نهار راح تصنع لنا بالطين الصناعي اشكال جميله في فقرتي نشكل، ورسائلكم وتعليقاتكم اللي توصلنا عبر صفحه الفيسبوك راح نقراها بكل حب. اصدقائنا دعما ما نبدا وياكم حلقتنا بموضوع حلقه شوي نتكلم احنا ونهار ونهار وياكم وندردش نعطيكم بعض النصائح. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو اهميه القراءه. أصدقائي الصغار أكيد القراءة أهمية كبيرة في حياتنا، مو بس كبيرة، لا راح تعلمنا وراح تنمي مواهبنا كلها، وأيضا راح تخلق لدينا فكر وراح تخلق لنا أكيد الإبداع. أصدقائي الصغار لازم دائما نتجه إلى القراءة، أنا أقصد هنا مو قراءة الكتب المدرسية، لا المطالعة. المطالعة يعني يا أصدقائي إنه نقرأ القصص، نقرأ كتب علمية، نقرأ كتب يعني مختلفة منوعة حتى نطور عقلنا ودماغنا ويخلينا نبحر بمعلومات كثيرة ونشوف العالم عن طريق الكلمات. فعلا يا نهار، والقراءة يا أصدقائي أكيد راح تزيد من ثقافتكم وتزيد أيضا مفرداتكم اللغوية، يعني راح تعرفون على كلمات ممكن أنتم ما تستخدموها بحياتكم اليومية، تقوي لغتكم العربية وحتى قواعدكم باللغة العربية، بالتالي هذا راح يكون تأثيره على الدراسة أيضا جدا مهم. يعني اللي دائما يقرأ ويطالع يقرأ كتب يتثقف أكثر، لغة العربية تقوى، بالتالي بالمدرسة أيضا راح يكون هو مميز بين أقرانه لأنه هو قادر على القراءة والتهجئ يعني بصورة صحيحة بسبب أنه هو دائما ما يقرأ القصص. وطبعا نهار مثل ما تعرفين هذه القصص ممكن أيضا تكون للتسلية لأصدقائنا، يعني ممكن هم الآن أيضا يتثقفون ويتعلمون وأيضا يتسلون ويكون لهم وسيلة للترفيه. أكيد يا منار، ماكو أهم وماكو أثمن من الصديق اللي هو الكتاب. الكتاب لازم يكون صديقكم يا أصدقائي الصغار. إذا صار صديقكم أول شيء راح تسلون بطريقة مفيدة وجيدة بعيدا عن الألعاب الإلكترونية والألعاب اللي مختلفة اللي قد تضر بيكم، خصوصا الألعاب الإلكترونية اللي ممكن تضيع وقتنا بدون أي فائدة تذكر. أما الكتاب قد ما قريتوا بيه راح يعطيكم، كل ما قريتوا كل ما منحتوا وقت كل ما منحكم العلم كل ما منحكم المعرفة. فيا أصدقائي حتى القرآن الكريم من نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول كلمة كان اقرأ، فأنتوا أيضا لازم تكونون تقرؤون دائما، لازم تكونوا مجتهدين، مجتهدين مو بس بكتبكم المدرسية، لا مجتهدين بالمطالعة. المطالعة هي قراءة الكتب، فلازم دائما تكون عندنا مكتبة نوفر بيها أنواع من الكتب أكيد نقرأها بين فترة وأخرى، والأفضل يكون القراءة يوميا حتى لو 10 صفحات. فعلا يا نهار، أكيد أيضا راح تزيد الثقة بالنفس يا أصدقائي، راح يكون الطفل اللي يعرف يقرأ واللي عنده معلومات كمية كبيرة أكيد راح تكون عنده ثقة بنفسه، وبالتالي ممكن أيضا يقلل من سؤال الأب والأم، بالتالي هو راح ياخذ هالمعلومات عن طريق الكتب المناسبة لعمره. أصدقائنا الآن ننتقل أنا وأنتوا نهار إلى فقرة ارسم معنا، خليكم ويانا حتى نهار ترسم. أصدقائي الصغار وصلنا الآن إلى فقرة ارسم معنا، في هذه الفقرة نتعلم نرسم رسومات سهلة وبسيطة حتى أنتوا تنفذوها بالبيت بكل سهولة. أكيد أنا في كل حلقة أختار لكم رسمة مميزة، أكيد أختار لكم رسمات متنوعة بين الحيوانات وبين النباتات وبين الأشياء، أكيد هاي الرسومات راح نجمعها أكيد وتكون عندنا لوحات رائعة ونقدر نوظفها بالعديد من الرسومات المختلفة. أصدقائي الصغار واليوم راح أرسم مخلوق لطيف جدا كنا نحبه، راح نرسم ابن الدجاجة
إذن هو الكتكوت. إذا حابين تعرفون شو راح نرسم الكتكوت تعالوا وياي حتى نرسمه. حصيصان شو حلوين عم بيدوروا خلف أم مبسوطين، ما بيخافوا لا لا شو ما شافوا لا لا، أم حدن هي حدا فرحانين. حلوة يا نهار. منار هذه إذن هي رسمتنا لليوم. طبعا حصيصان مو كلش حافظيها. هذه هي رسمتنا اليوم، اتمنى حبيتوها وراح تعرفون تنفذوها بالبيت بكل سهوله. انا حبيتها يا نهار واتمنى اصدقائي ايضا هم حبوها. اصدقائنا هذا الكتكوت او اللي يسموه صوصو هو اكيد ابن الدجاجه، وابوه اكيد هو اصدقائنا الديك اللي صحينا صباحا بصوته اللي اكيد معروف. اصدقائنا هذا الصوص طبعا حتى يفقس يحتاج الى 3 أسابيع يبقى بالبيضه، وتبقى الام موجوده تحتضنه لمده 3 أسابيع. ويا أصدقائي طبعا هو يتغذى على الحشرات وعلى الحشائش والأعشاب، وأيضا يتغذى أصدقائي على الفئران الصغيرة. أصدقائي يحتاج إلى 2 شهر حتى، يعني يحتاج إلى 8 أسابيع حتى يكبر ويبدأ يطلع من أنه أمه تعتني به، وبالتالي يكون دجاجة كبيرة. إذا أصدقائي ممكن، هذه معلومات سريعة عن الكتكوت أو الصوص. أصدقائي ممكن أنت ترسمون هذا الشكل أي شكل آخر تبعثوه لنا. أما الآن شاهد مواهبكم الحلوة ونرجع لكم. Thank you.
أصدقاء صغار، رجعنا وياكم بعد ما شاهدنا هذه الرسوم الرائعة اللي وصلت لنا عبر صفحتنا في الفيسبوك برنامج رياحين. أكيد شاهدناها في فقرة مواهب الأصدقاء. احنا أيضا بانتظار رسوماتكم اللي ترسمونا من جديد، اللي رسمنا يرجع يرسمنا، واللي ما بعث رسوماته أكيد احنا بانتظارها حتى نعرضها بالحلقات المقبلة. أما الآن يا أصدقاء صغار، أكيد راح نشوف منار شنو محضرتنا. وصلنا إلى أي فقرة يا ترى؟ أكيد يا نهار يا أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى فقرة اسأل وتعلم، وأنا بانتظار أحد الأصدقاء أو صديقات يتصلون بينا حتى نعرف شنو سؤال اليوم للحلقة. رانا جلس يا أصدقائي، خليكم وياي حتى نعرف السؤال. أنا منار، أنا اسمي آدم رافت. اليوم حلقتنا اليوم الأعصار، ما هو الأعصار؟ كيف يتكون الأعصار؟ باي باي. باي باي صديقنا آدم، سؤال كلش حلو، كيف يتكون الإعصار أو ما هو الإعصار؟ خليكم ويانا يا أصدقائي حتى تأخذوا معلومات عن الإعصار. أصدقائي، الأعاصير هي واحدة من الأنواع الأكثر عنفاً وقوة من الطقس، وتتكون من عمود من الهواء يدور بسرعة كبيرة، وفي العادة يكون على شكل قمر. ويمكن أن يكون الإعصار خطير جداً يا أصدقائي، حيث أن الرياح عالية السرعة الناتجة عنه يمكن أن تفكك المباني وتحطم الأشجار، ويمكنها حتى رفع السيارات في الهواء. أما كيف تتكون الأعاصير يا أصدقائي؟ فالأعاصير تميل إلى التكون من السحب الرعدية الطويلة جداً، ومع ذلك فإن مجرد حدوث عاصفة رعدية وهو شيء غير كافي حتى يحدث الإعصار، حيث يجب أن تحدث شروط يا أصدقائي أخرى من أجل أن يتكون الإعصار. الخطوات الطبيعية لتكوين الإعصار هي حدوث عاصفة رعدية كبيرة في سحابة ركامية، وأيضا الهواء البارد يا أصدقائي السريع الموجود على ارتفاع عالي يختلط بالهواء الدافئ القادم من الأرض، ويبدأ الهواء الموجود بين التيار الهواء البارد والتيار الهواء الدافئ بالتحول إلى دوامة بالشكل أفقي. والهواء الدافئ يا أصدقائي من الأرض يندفع للأعلى فوق دوامات الهواء ويقوم بدفعها بشكل أكبر، ويبدأ القمع الذي يتكون من دوامات الهواء بامتصاص المزيد من الهواء الدافئ من الأرض، ويبدأ طول القمع بالازدياد ويمتد إلى الأرض، وعندما يلمس القمع الأرض يصبح الإعصار. ويا أصدقائي، شكل الأعاصير يكون مثل القمع الضيق الممتد من الغيوم إلى الأرض، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون شكل الأعاصير يا أصدقائي العملاقة مثل الوتد. أما حجم الأعاصير فيختلف اختلاف كبير في الحجم، فمثلا الإعصار العادي قد يكون عرضه حوالي 500 قدم، ولكن بعض الأعاصير يمكن أن تكون ضيقة بعرض عدة أقدام فقط، أو كبيرة بعرض ميل. وسرعة الرياح يا أصدقائي، سرعة الرياح في الأعاصير يمكن أن تختلف ما بين 65 إلى 250 ميلا في الساعة. أما اللون، قد تظهر الأعاصير يا أصدقائي بألوان مختلفة حسب البيئة المحيطة به، والبعض قد يكون غير مرئي تقريبا، بينما قد يظهر آخر بلون أبيض أو رمادي أو أسود أو أزرق أو أحمر أو حتى أخضر. والدوران يا أصدقائي عندما تنظر إليه من فوق، سنرى معظم الأعاصير هي تدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وتدور باتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. شكرا لصديقنا آدم على هذا السؤال، أكيد تعرفنا فيه عن أحد الظواهر الطبيعية اللي ممكن تدمر الأرض والأرجاء يا أصدقاء صغار، اللي هو الإعصار. الله يبعدنا أكيد عن الأعاصير وعن الفيضانات والزلازل اللي ممكن تحدث بالأرض. أكيد دائما ندعي، ولازم ندعي دائما أنه يبعدنا ويحفظنا ويحفظ بيوتنا ويحفظ أرضنا أصدقاء صغار. أما الآن خلوا نروح نشوف صوركم الحلوة اللي وصلت لنا. وين؟ أكيد وصلت لنا عبر صفحتنا في الفيسبوك، هذه الصور الرائعة اللي هي صوركم في مشاركات الأصدقاء. يلا يا أصدقاء نشوف مشاركات الأصدقاء.
ورجعنا يا أحلى الأصدقاء بعد ما شاهدنا صوركم الحلوة. شكرا لكل أصدقائنا اللي اشتركوا بهذه الفقرة. أصدقائنا أنتم نفس الطريقة ممكن تتبعوها حتى تشاركونا بصوركم الجميلة. لا تنسون دائما تكتبون أسماءكم على صورة حتى إحنا نقدر نتعرف عليكم أكثر. أما الآن أنا وأنتم خلينا نشوف نهار راح تأخذنا لأي فقرة. يا منار يا أصدقائي الحلوين وصلنا الآن إلى فقرة هيا نشكل. وأكيد يا أصدقائي في هذه الفقرة راح نصنع مجسمات حلوة وبكل سهولة وببساطة عن طريق الصلصال الملون المخصص للأطفال. هذا الصلصال ممكن نلقاه بكل مكان وحتى ممكن نصنعه بالبيت. أصدقاء صغار أحيانا تشتروا وممكن تلعبون به لكن بألعاب عبثية، يعني ما نصنع به أشياء مفيدة. يعني إحنا راح نصنع مجسمات تكون مفيدة قد نلعب بها وقد نتركها تجمد وتكون زينة في غرفنا. أصدقاء صغار واليوم راح نصنع عصفور حلو عن طريق هذا الصلصال الملون. راح استخدم اولا اللون الازرق، تعالوا ويا حتى نصنع هذا العصفور. أصدقائي رجعنا بعد ما نهار صنعت لنا هذا العصفور الجميل. يا أصدقائنا الحلوين ممكن أنتم تصنعون مثله أو أي شكل آخر بالألوان اللي أنتم حابيها تبعثوها لنا، لكن لا تنسون تاخذون صورة جدا واضحة حتى إحنا نقدر نشترك فيها بفقرة مواهب الأصدقاء. أما الآن يا أحلى أصدقائنا الحلوين خلينا نقرأ رسائلكم تعليقاتكم ونرجع لكم. أول رسالة وصلتنا اليوم يا أصدقائي وتقول الرسالة: جمعة مباركة على الجميع، بالتوفيق لكم ولبرنامجكم الرائع. يا أحلى نهار ومنار وربي يحفظكم صديقتكم أمل. أحلى جمعة مباركة على أحلى صديقتنا أمل، شكرا لكلامك الحلو يا صديقتنا. ورسالة أخرى يا أصدقائي وصلت لنا ويلا نقرأ الرسالة. السلام عليكم، أختي زهراء ظلت الليل كلها ترسم، عمرها 8 سنوات، على مودكم ما نامت الليل وبالأخير صارت تبكي وتقول مو حلو رسمي، وعدتها دز رسمتها للبرنامج. صديقتنا الحلوة زهراء، أول شيء أنا أشكر أختك على هذه الرسالة وأكيد أوجه حديث لصديقتنا زهراء، أبدا لا تبكين ورسمك كان كلش حلو وعرضناه في فقرة مواهب الأصدقاء، وأتمنى شفت الرسمة وإحنا نقول لك رسمتك أكيد رائعة جميلة وحبيناها. ورسالة أخرى وصلتنا يا أصدقائي اليوم تقول الرسالة: صباح الخير يا أحلى نهار ومنار، أني شمس، أحبكم وأحب فقرات البرنامج هواي وأتعلم وأستفيد منكم وأحب أشارك وياكم. أحلى صباح الأحلى صديقتنا شموسة، ممكن تشاركينا أكيد مثل ما شاركتي بهذه الرسالة، ممكن تبعث لي مشاركاتك وإحنا أكيد راح نعرضها خلال البرنامج. ورسالة أخرى يا أصدقائي وصلت لنا ويلا نقرأ الرسالة. هلا وأني زنوبة رحيم، اتقبلوني صديقة للبرنامج، أحبكم هواي. صديقتنا الحلوة زنوبة، أكيد إحنا نقبل أن تكوني صديقة للبرنامج وإحنا نرحب بكل أصدقائنا الجدد وأكيد ندعوهم أنه ينضمون لنا ويكونون ضمن أصدقاء برنامج رياحين. وآخر رسالة يا أصدقائي وصلنا لها وتقول الرسالة: السلام عليكم، بنتي لوجين تريد تشارك في برنامجكم الجميل ورسمت هذه اللوحة، طبعا كلش تعبت عليها، أتمنى تقبلون مشاركتها. وعليكم السلام. أكيد صديقتنا لوجين ما عليها إلا فقط أن تبعث رسمتها، وإذا بعثتها إن شاء الله تكون عرضت في هذه الحلقة، وإن ما كانت موجودة إن شاء الله بالحلقات المقبلة.
شكرا لكل الأصدقاء اللي بعثونا تعليقاتكم ورسائلهم أكيد عبر صفحتنا في الفيسبوك برنامج رياحي. أنا بانتظار أيضا أصدقائي الآخرين اللي بعثون رسائلهم. اللي ما قدرنا نقرأ رسالة اليوم لا يزعل أبدا ولا يبكي، أكيد إحنا راح نعرضها بالحلقات المقبلة، لذلك لازم يرجعون يكتبونا من جديد حتى نقرأه، وحتى اللي كتب لنا يرجع يتواصلوا ويانا لأن إحنا نحب تواصلكم الجميل يا أصدقائي. أصدقائي أما الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، أتمنى كل الفقرات اللي قدمناها لكم نالت رضاكم وحبيتوها وكانت ذو معلومات لها فائدة وقيمة أكيد في حياتكم. أصدقائي الصغار أكيد إن موعد إن شاء الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. أكيد يا نهار وصلنا إلى ختام حلقتنا، إذا أصدقائي نتمنى أن استمتعتوا بها واستفدتوا من هذه الحلقة، ولا تنسون تتابعونا بإعادة الحلقة يوم الثلاثاء الساعة 4 العصر، وأيضا ممكن تشوفون الحلقة على اليوتيوب على قناة العراقية العامة، فقط كتبون بصندوق البحث برنامج رايحين راح تطلع لكم هذه الحلقة وكل الحلقات. إذا أصدقائي الآن أنا ونهار نقول لكم إلى اللقاء.